مرحبا بكم متتبعي مسلسل العروس، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 85 مترجمة للعربية، ولا تبخلوا علي بلايك للفيديو ومشاهدة الحلقة للنهاية. في بداية الحلقة كما نشاهد، بعدما كان جيهان يطعم بيزة بيديه تفاجأت هانجر وشعرت بالغيرة، ولأنها تعلم على أن بيزة فقط تتحداها، وبعد ذلك نادته باسمه وبعدها شاهدها وذهبت إلى غرفتها وقالت له بيزا أعتقد أن لديها شيئا سوف تقوله لك، اذهب إليها. قال لها سوف أذهب إليها لاحقا، أنت يجب عليك أن تتناولي طعامك. ثم بعد ذلك قال لها ياسمين أخبرتني بشيء ويجب عليك ألا تتخطي الفحوصات. قالت له سوف أذهب، وقال لها سوف أذهب معك. قالت له لا لن تذهب معي، أنا سوف أذهب مع أبي وأساسا اشتقت إليه. ثم قال لها يجب عليك أن تنتبهي وألا تتخطي هذه الفحوصات. قال له لا تقلق. وبعد ذلك خرج وكانت تقول أنا لا أشعر بالجوع، ولكن بينما أنت تريد مني أن أكل فسوف أكل. وفي هذه اللحظات أتى جيهان إلى هانجر وقال لها ما بك؟ قالت له يجب علي أن أسألك. ثم بعد ذلك قال لها إذا كنت تقصدي بيزا فقد أقنعتها بتناول الطعام. وقالت له بإطعامها أليس كذلك؟ قال لها لقد كانت ضائعة ومكتئبة وأريدها أن تأكل، وهذا ما قالت لنا ياسمين، ألا تعلمين ذلك؟ قالت له ألا ترى على أنها تستخدم الاكتئاب وهذه الأشياء كذريعة فقط؟ إن بيزا تستغل هذا الموقف. وقال لها هانجر توقفي، ألن تكوني أنت من أقنعتني حتى أتعامل معها هكذا؟ لماذا أنت هكذا تتصرفين الآن؟ قالت له ليس بهذا الأمر، ولكن إنها تستغل الأمر، ألا ترى على أنها تفعل هذه الأشياء فقط؟ إنها تفعل ذلك عن قصد وهي تعلم على أنني كنت هناك لهذا تفعل هكذا. قال لها يكفي. ثم بعد ذلك قال لها قلت أنك بقيت على الرغم من أنك تعرفي كل هذا، فأنت تهينين نفسك فقط. وما هذا الموقف الآن؟ وكان غاضب جدا، وكانت مقدر تسترق السمع وهي سعيدة وهي تستمع إلى خصامهم مع بعض. ومر الوقت، وبعد ذلك كان جيهان يقول إذا كنت نادمة على عودتك فليس لدي ما أقوله، وأنت تعرضين علاقتنا للضرر. قالت له جيهان، قال لها لا تقولي كلمة واحدة، وإذا قلت المزيد سوف أخسر قلبك، إهدئي وفكري في الظلم الذي سببته لي وسوف أخرج أتمشى قليلا. وكانت بيزا تنظر في الشرفة إلى جيهان وكيف هو قلق ومتوتر. وجاء الصباح وأتى جيهان وقال لهانجر هل نتناول الطعام؟ ثم بعد ذلك قالت له لا أريد، وقال لها وهل أجلب لك الطعام؟ أجلب لك الفطور إلى الغرفة. قالت له ماذا تقصد؟ هل أنا طفلة أشعر بالغيرة مما فعلته مع بيزا؟ قال له ما هذه التصرفات الآن؟ بيزا لم تتناول الفطور وأنت كذلك، بيزا لم تتناول العشاء وأنت كذلك، فهل تتنافسي معها؟ قالت له لأنك لم تكن عادل معي. قال لها هانجر هل فكرت لماذا أحببتك ولماذا لم أنفصل عنك؟ فهل سبق وفكرت في ذلك؟ قلبك ليس مثل أي شخص آخر، أنت رحيمة وعادلة ولديك ضمير، لكنني لا أتعرف عليك عندما تفكرين بأشياء سلبية، لا تفعلي ذلك، فأنت زوجتي وأنا أحبك، وبيزة هي أم لطفلي، ويجب أن أبقي بيزة على قيد الحياة من أجل طفلي. أليس أنت من أحضرت بيزة إلى البيت القديم وكنت تريدينني أن أتكلم معها؟ قالت له ما زلت أنا نفس الشخص، ولكن بعدما مررنا به مؤخرا أصبحت غير متوازنة أيضا ولا أعرف ما هو الصواب والخطأ. قال لها فكري بما تريد أن تفكري، ولكن أنا أحبك ولا تشكي في حبي أبدا. وكانت هانجر في غرفتها ودخلت إليها سينب حتى تشرب القهوة معها، وكانت هانجر حزينة. ثم بدأت تتحدث معها وقالت لها ما كان علي أن أنزل إلى طاولة الإفطار لولا لم يصر علي جيهون. وبدأت تتحدث مع سينم على أنها يجب عليها أن تضحي كثيرا، وهي تعلم أنه يفعل هذا من أجل طفلهم، وكانت سينم تفهمها جيدا لأنها تعلم أن بيزا امرأة تستغل كل الفرص، ولأنها هي تستغل الآن الحمل. وحكت لها هانجر على ماذا فعلت بالأمس،
بايزة وكيف كانت تجعل جيهان يطعمها الحساء وكيف تحاول أن تجعلها كأنها سوف تربح في ذاك الحرب. المهم حكت لها كل التفاصيل، وبعد ذلك قالت لها بايزة لا تهتمي لها، هي دائما هكذا وتحاول دائما أن تجعل الشخص الآخر يشعر بالذنب. وكانت بايزة تقول لها على أنني أشعر أنني دائما أقف بين الأب والابن ولا أعرف كيف سوف أخرج من هذا الأمر. وقالت لها سينم هناك شيء واحد فقط تعلمته في هذا القصر لسنوات، هو أنني لا أخوض حربا مع الأم مقدر وبيزة، ولا يمكنك الفوز إذا قررت البقاء هنا. كل ما عليك فعله هو أن تتعلم الدفاع عن نفسك، ولا يمكنك النجاة إلا بهذه الطريقة يا هنجر. ومر الوقت وأتت مقدر إلى جميل وتفاجأ برؤيتها وقالت له أريد أن أتحدث معك، ثم دخل لكي تحدث معها. وبعد ذلك قال لها أكيد أتيت لكي تتحدث بخصوص هنجر، ثم قالت له نعم، وقال لها لقد أردتهم أن ينفصلوا حتى يأخذون قرارهم بيدهم، ولا أريد أي كلام يخرج عن أختي وكذلك عنه. ثم قالت له من سوف ينفصل؟ إنها تتصرف على ذلك ولكنها لن تنفصل عنه. فهي اقتربت منه، قال لها عن ماذا تتحدثين؟ قالت له نعم، لقد غادرت وفي محطة الحافلات عادت إلى القصر، إنها تكذب وتخدعنا جميعنا. قال لها لا أختي لن تفعل هذا، أختي لديها كرامة. قالت له أي كرامة هذه؟ هل تستطيع المرأة بكل فخر أن تعيش في نفس المنزل مع طليقة زوجها وزيادة على ذلك هي حامل؟ قال لها لا لن أصدق هذا ولن أصدق كلامك. قالت له العروس القديمة في الطابق السفلي والعروس الجديدة في الطابق العلوي إن لم تصدق هذا، وأنا لا أستطيع أن أطرد زوجة ابني السابقة لأنها حامل، وأختك لا تريد مغادرة المنزل إلا إذا كانت لا تريد مغادرة جيهان. ثم كان يقول لها المرء يرتكب الأخطاء بسبب الحب أيضا، وابنك حبس أختي كذلك في القصر. ثم قالت له يجب عليك أن تفعل شيئا، وإن لم تفعل ذلك وإلا سوف يكبر حفيدي بدون أب، الآن الباقي هو مشكلتك. المهم كانت تحاول أن تجعله بأن يأخذ جيهان هانجر من ذاك القصر. وتساءلت داريا لماذا أتت مقدر إلى جميل، وعندما دخلت وجدته متعب، ثم بعد ذلك بدأ يحكي لها ما حدث وما قالت له مقدر، وقال لها أختي لن تتطلق من جيهان وهي تخدعنا. وقالت له وماذا عليك أن تفعل الآن؟ هل تريد أن تتعاون مع مقدر وتفرق هنجر على زوجها؟ إنها همها مقدر الوحيد هو إبعاد هنجر وتزويج بيزة بجيهان، لا تقع بفخها وثق بجيهان. ولكن هو كان لا يسمع إلى كلام داريا. كانت أيسون تتحدث مع أمها في المطبخ على أن هناك فتاة جميلة تليق لأخيها، وسمعت الحديث سينم وتوترت وسكبت الحليب. وبعد ذلك كانت سينم تفكر في كلام أيسون، وبعدها خرجت أيسون لكي تخبر أخاها مليح على أن سينم توترت عندما سمعت الحديث وأنها فعلا تكون له مشاعر، وكانوا فقط يفعلون ذلك لأجل أن يعلموا إذا كانت تكون له مشاعر أم لا. ومر الوقت وأتى إنجل إلى القصر، كان يتحدث معه جيهان، ولكن كان جيهان يفكر وغائب عن الوعي، وبدأ يتحدث معه على هنجر وتصرفاتها وأنها بدأت تغير من بيزة. المهم مر الوقت وبعد ذلك أتت مقدر من عند جميل وكان يسألها جيهان، قال لها أين كنت؟ قالت له لقد كان لدي عمل قمت به. ثم بعد ذلك قالت له أين هي بيزة؟ قال لها لقد ذهبت للمستشفى. وقالت له لماذا لم تذهب معها؟ قال لها لقد أخبرتها ولكن هي فضلت أن تذهب مع أباها وفحص دم فقط. وبعد ذلك قالت له يجب عليك أن تدعمها وتقف بجانبها، وبدأ يسألها أين كانت ولكن هي لم تقل. وأتت هنجر وقالت له دعني أقول لك وأخبرك أين كانت، لقد ذهبت إلى أخي وأخبرتني داريا بذلك. ثم قالت لها إنه سحري وما العيب في ذلك؟ قالت لها نعم ولكن أخبرته أنني سوف أبقى هنا، لماذا أخبرته؟ وبعد ذلك قالت لها هل كذبت؟ لقد قلت له الصراحة. وبعد ذلك قال لها جيهان لماذا قلت ذلك؟ كان عليها هي أن تخبره، ولماذا أنت تتدخلين في هذا الشيء؟ ثم قالت له ربما يأتي أخاها حتى يأخذها من منزلنا. وأتى جميل بعد ذلك وكان غاضب جدا وأراد أن يذهب بهنجر، ولكن
كان يحاول معه جيهان، وبعد ذلك قال له لا أريد أن تبقى أختي هنا. قال له لا، لن تذهب زوجتي معك. قال له زوجتك أي زوجة هذه؟ وبعد ذلك كان يريد أن يأخذها وقالت له أخي اتركني، أنا لا أريد أن أذهب، أنا أبقى هنا بإرادتي. قال لها كيف تريدين البقاء هنا وزوجته السابقة هنا وهي حامل؟ أليس لديك فخر؟ قالت له ليس كما تعتقد يا أخي، أرجوك افهمني. قال لها ليس لديك ما تقولين؟ ها هيا قولي لي. كانت لا تريد أن تذهب. قالت له ألا تفهم، أنا أحبه، أحبه يا أخي مثلما تحب أنت كذلك ذريع، لا أستطيع أن أتركه لأنني أحبه. ورغم ذلك كان جميل مصر، وقال لها الآن خذي قرارك، أن تختاري زوجك أم أخاك. وقال لها جيهان أنا لن أرغمك على البقاء أو الذهاب، ماذا تريدين افعلي؟ وبدأت هنجر تتذكر كلام سينم لها عندما قالت لها إذا أردت البقاء في هذا القصر يجب عليك أن تتعلمي كيف تدافعين على نفسك. وتخيلت كلام جيهان لها على أنها لا تشك بحبه أبدا. ثم بعد ذلك قالت له لقد أخذت قراري، أنا سوف أبقى. وقال لها حسنا انسي أنك أختي. وذهب وتركها، كانت تريد أن تلحق به. وأوقفها جيهان واحتضنها وكانت تبكي. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك للفيديو واشتركوا بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى تتواصلوا بكل جديد المسلسل.